الجل المطهر ده، ده برضو بيحافظ على ايديا تبقى دايما نظيفه، دايما بعيده عن التلوث، لان احنا عارفين ان خطوره الفيروس ده مع انه فيروس بسيط جدا في مقاومته الا انه شرس في نقل العدوى. مقاومته حاجه بسيطه جدا، ان دايما ايدي تبقى نظيفه، دايما ايدي تبقى بعيده عن التلوث. اضمن ازاي ان ايدي نظيفه وبعيده عن التلوث؟ ابسط حاجه، كل شويه اغسل ايدي بالماء والصابون لمده اكثر من 20 ثانيه. مفيش دوده، ممكن لو بعد شويه شويه كحول مثلا، يبقى انا كده محافظه على ايدي بعيده عن الايه؟ بعيده عن التلوث. وبسرعه معايا وانا جايه من البيت معايا كيس كده احط فيه المنديل بتاعي. المنديل بتاعي ده برضو من ضمن الحاجات اللي مفروض داخل الكيس وبقفله عشان اضمن سلامه نفسي اولا وسلامه باقي زملاتي اللي موجودين معايا في الفصل. بقدر المستطاع وانا طالع من الطابور زي ما اتفقنا في مسافه بينه وبين زميلتي، وانا نازله برضو من الفصل مروحه في مسافه بينه وبين زميلتي، بقدر المستطاع احاول احافظ على المسافات.